تعالى عليك فضلا وشكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درسنا هو كيف يكون رمضان طريقا للتقوى. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، ضروري أن نتعرف على معنى التقوى، أن نتعرف على ثمار التقوى، ثم نجيب عن السؤال كيف يكون رمضان طريقا للتقوى. وكأن السؤال نريد مثالا تطبيقيا، أنا حابين نشوف الجانب التطبيقي. دلاني، أنا لما تتكلم معي نظريا وتخليني نمشي نروح، ما نقدرش نوصل إلى وش راك حاب أنت باش نوصل إليه، لكن دلني عليه مش فقط من الجانب النظري، يعني تحكي وتقول لي هاي كذا، لا، دلني عليه على الأقل الجانب التطبيقي، وش من نقطة نبدأ بها وعلاش ندير هكذا وكيفاش نفهم. وباش نقدر نصل إلى هذا الأمر لازم نعرف شو معنى التقوى، لأنك أنت الآن راك حاب تصل إلى التقوى، راك حاب توصل إلى التقوى، وراك حاب يكون هذا رمضان هو الطريق لهذه التقوى، لذلك لازم نعرف التقوى. وطيب، التقوى هذه لما نمشي إليها والنتائج، لازم نعرف ثمار التقوى. أرأيت؟ بمعنى نفهم التقوى ونفهم ثمار التقوى، لما نفهم التقوى وثمارها يكون عندي واحد الحافز لاستقبال هذا الشهر استقبالا، بحيث ما نخليش ولا دقيقة تفوت علي وانا ما استثمرتهاش في طاعة الله. التقوى، التقوى في اللغة هي الوقاية، ومصدره وقاء، بمعنى حفظ الشيء عما يؤذيه. لما انت تحافظ على حاجة باش ما يلحقهاش الأذى، هذا هو الوقاء، هذه الوقاية. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ووقاهم عذاب الجحيم. ولما تقول شخص اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يا عبد الله، أنت عرضت نفسك للعقاب الإلهي، اتق الله، اجعل وقاية، اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. هذا المقصود، اتق الله. ومنه قوله تعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الوقاية، هذا المقصود بالتقوى. قي نفسك عذاب الله عز وجل. شرعا عبد الله بن مسعود يقول: التقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. راني حاب من خلال صيامي لهذا الشهر أصل إلى هذه الحقيقة: من كفر نعمة الله ما اتقى الله، ومن عصى الله ما اتقاه سبحانه وتعالى، ومن نسيه سبحانه وتعالى أنساه الله نفسه، وأنساه الله مستقبله،
وولده وبيته وأسرته ومكتبه ومنصبه في الدنيا والآخرة. لاحظت أن التقوى ضروري يكون الإنسان في يعني في حياته كلها يكون يمشي على بصيرة من أمره. دنيا ساعة وتزول، فحاول أنك تستثمر هذه الأوقات الفاضلة. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب، سأله عن التقوى. قال أبي: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلت؟ قال عمر: أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. يعني لاحظ كيف تمشي، تمشي وتعرف وين تحط الخطوة تاعك وين تحط القدم تاعك، تمشي وانت تشوف، تمشي وانت عندك النبهة وعندك يعني الدقة، تمشي وتعرف وين تحط رجلك، تعرف وين تحطها وين ترفدها، وتعرف كيفاش تهضر وتعرف كيفاش تتكلم وغير ذلك. وش يقول أبي؟ قالوا: هذه هي التقوى. فالتقوى أن تشمر ما استطعت لطاعة ربك، وتحترز من الوقوع في مواطن الزلل، فتقي نفسك من الوقوع في المحرمات التي توقعك في المهلكات. هذه التقوى، تعرف تسير في حياتك ويكون عندك الميزان تاعك، ماهوش ميزان دنيوي، لازم يكون عندك ميزان مع الدنيوي، ميزان أخروي. والله لو كان ما يكونش عندك الميزان الأخروي راح تدخل في واحد المأزق، واحد الضيق. لازم يكون، لازم نربي روحي باش كي أقدم على أي شيء نسأل وش يقول الدين في هذه المسألة، حرام حلال، هذا الأمر يغضب ربي يرضي ربي. ما لازمش إنسان كاين بعض الناس ما حياته كلها يتاجر يبيع يشري يسافر، حياته كلها ما يسقسيش على الأمور للحلال والحرام، المعاملات وش راه يديه في راسه في باله، وش يقتنع به الهوى تاعو، وش تقتنع به النفس تاعو، هذا هو الدين. نقولوا له: لا، خطأ، لازم يكون عندك ميزان، ما تكونش عندك ميزان دنيوي أخروي ودنيوي. الإمام علي سئل عن التقوى وش يقول، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. شوف ربطها في أربع جمل. أولا: الخوف من الجليل، أن تراقب الله عز وجل في سرك وعلنك، أن تخشى الله تبارك وتعالى. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. اسأل نفسك أين أنت من أوامر الله عز وجل. أنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة، والآن ممكن واحد ما يقراش لكنه يسمع،
أين أنت من هذه الأوامر؟ أين أنت من نواهي المولى عز وجل؟ أين أنت من حدود الله جل وعلا؟ هل نفذت أوامر الله؟ هل انتهيت عن نواهيه؟ هل وقفت عند حدود الله عز وجل؟ هذا هو العمل بالتنزيل. شفت التقوى؟ أنت لو استثمرت رمضان مليح في هذا الشهر، تتربص في هذا الشهر، راح توصل هذه النتائج. أنا حاب نوصل هذه النتائج، أني حاب تكون عندي الرقابة الإلهية، أراني حاب أقف عند حدود الله، أراني حاب أقف عند الأوامر، عند النواهي، أراني حاب ألتزم الأوامر، أنتهي عن المحرمات. كيف؟ تقوى الله أمشي مع رمضان. ويقول إمام علي: والقناعة بالقليل. القناعة هي الرضا بما أعطى الله عز وجل، أنك ترضى وش أعطاك ربي. يقول السيوطي رحمه الله، يقول القناعة هي الرضا بما دون الكفاية والاستغناء بالموجود، كما يقال الجود بالموجود. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده، تكون عنده أجرة شهرية تكفيه الشهر الحمد لله، وممكن تكفيه ويزيد يخبي. القناعة بالقليل هي أن ترضى بما دون الكفاية. ممكن يكون عندك، تكون عندك الأجرة ما تكفيش الشهر، أنت ما تجي تكمل الشهر حتى تولي تقترض، وبعد ما تدخل الأجرة تاعك ترد الديون، وبعد تقعد أنت في هذا الحال تقترض باش تكمل الشهر، إذن الشهرية تاعك ما تكفيكش. لذلك القناعة بالقليل هي الرضا بما دون الكفاية والاستغناء بالموجود. أنا قدرت باش نشري الفاكهة، نشري الفاكهة، ما قدرتش ما نشريش. الاستغناء بالموجود، هذه هذا هو التقوى. لأنك أنت الآن لو مرضيتش بالموجود وما استغنيتش بالموجود ومرضيتش بما هو موجود عندك، تعود تفكر في الحرام، وتعود تفكر في الرشوة، تفكر في الكذب، تفكر في السرقة، وتفكر في الكسب الحرام. علاه؟ لأن الآن عندك أنت فكرة أنك لازم تعيش، وهنا تبدأ تخرج. لذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما عرف التقوى يعني أعطى الحدود تاعها كلها وذكرها. وهذه القناعة بالقليل عندها أسباب لتعاونك باش توصل إلى القناعة بالقليل. أولا أنك تذكر نفسك بأن الرزق بيد الله عز وجل. تتفكر أن الدنيا فانية ودار زوال، في الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا احنا شفنا بعض الصور وين اللي ماتوا خلاو دراهم وخلاو ذهب، داو معهم هذاك ما داو حتىش. لاحظت ممكن يتحاسب عليه وما انتفعش به. الدنيا دار فانية، دار زوال، كي تعرف هكذا تخليك تقتنع بالقليل. وهذا فضل الله، قد تجد شخصا ربي افتح عليه ويعيش الأريحية
فضل الله، سل الله من فضله وما تقدرش تعرف. نعطيك مثال، الله لعل أعطاك رزق تاعك محدد، الله حكيم، الرزق تاعك ما يتغيرش. أتصور ممكن يكون عندك الرزق تاعك مثلا عندك 100 كيلو كذا، 100 كيلو كذا، 200 كيلو كذا، 1000 ريتلة كذا، 15000 ريتلة كذا. لو خيرك الله وقال لك عبدي أنا كتبت لك 3 ملاير تديهم، وكتبت لك 100 كيلو كذا، وكتبت لك 100 كيلو كذا، و100 كيلو كذا، و15 ألف ريتلة كذا، نعطيهم لك الآن ولما يخلصوا تموت. وبصح إذا أعطيتهم لك راح تخلصهم أنت ممكن في 5 سنوات. ولا تريد أن نعطيك الرزق تدريجيا وتعيش 100 سنة، وش حتختار؟ تختار أنك تعيش 100 سنة وأعطيني رزق تدريجيا ولا لا؟ يعني الله الرزق تاعك ما واحد ما ينحيه لك، لما ينحي لك الآن ويعطي لك ومن بعد لحكمة يعلمها الله وانت مش قادر توصل الحكمة هذه، ليعلم بها هو الله. المعرفة واليقين بأن الغنى والفقر سواء وهما ابتلاء وامتحان من الله. إياك الظن باللي هذا الفقير أراه دون هذا الغني، أبدا، ابتلاء، والغنى ابتلاء. هذه خليك تقتنع بالقليل، وأيضا تهذيب النفس وتربيتها على تنظيم الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. أنت عندك أجرة تاعك تكفيك الشهر، حاول تكون أنت أيضا تعرف كيفاش تسير. كذلك كاينة حكمة وفي التفاوت في أرزاق الناس، هذه القناعة بالقليل. فعل المسلم أن يحمد الله، هذا كله تقوى الله. احنا رانا حابين نصوم وصيام تاعنا يكون مليح حتى نصل إلى هذه إلى هذا المقام التقوى، يعني حاب نعيش كما كانوا يعيشوا السلف. على المسلم أن يحمد الله جل وعلا على ما امتن به عليه، لأن من حرم القناعة لن يملأ عينه إلا التراب. النفس تجزع، تخاف أن تكون فقيرة. لكن قولوا للإنسان الفقر خير من غنى يدفعك إلى الطغيان. أن يكون الإنسان فقيرا خير من تترفه وبعد ما تترفه تنسى الدين تاعك وبعد خلاص. ما لازمش الإنسان يشتغل بهذه الفانية عن الباقية. ثم يقول الإمام علي بعدما ذكر القناعة بالقليل قال والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى، استعد ليوم ستعرض فيه على محكمة قاضيها هو الله، لا تقبل رشوة ولا محسوبية ولا تستأنف الأحكام ولا محاماة، وما ربك بظلام للعبيد. استعد ليوم لا تستطيع قوة على ظهر الأرض
أن تحول بينك وبين أمر الله عز وجل. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك، وتزين لهذا اليوم التقوى. محليش احنا نهضر على التقوى باش أنت تفهم. التقوى يعرفها طلق بن حبيب، وش يقول؟ هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه من ذلك. شو هو؟ فعل الطاعة واجتناب المعصية. إذن وش تفهم؟ تفهم أن حقيقة التقوى هي الإسلام. لاحظت؟ تفهم أن حقيقة التقوى هي دين الإسلام، هي الإيمان والعمل الصالح، هي العلم النافع والعمل به، هي الصراط المستقيم، هي الاستسلام لله والانقياد له بفعل الأوامر وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه، هي الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا صادقا يثمر الخير والحذر من الشر والوقوف عند حدوده. وما سمى الله الإسلام تقوى إلا لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه. إذن أساس التقوى هو خشية الله عز وجل. التقوى هي الإسلام، بمعنى أنني لو استثمرت هذا الشهر استثمارا حقيقيا، معناها ألتزم شرع الله، ألتزم الإسلام، نقول نعم. أراك حاب تفوز بالجنة؟ الإسلام. أراك حاب تعيش حياة سعيدة في دنياك وأخراك؟ والله الإسلام. أراك حاب الأولاد تاعك يكونوا ناضجين صالحين نجباء تزهو بهم؟ الإسلام. والإسلام تقوى الله. التربص في رمضان، إذا أنا استثمرت الطاعة في رمضان يعطيني المولى هذا؟ نعم والله يعطيك، الله يعطيك، فقط لابد من أن تبذل جهدا. أنت كيف تحب تخلص وما تخدمش؟ تروح الخدمة أنت وتقعد مربع يدك ومع كي ما يخلصكش المعلم تقول له عش ما خلصنيش أنا جيت؟ لا، حبي تخلص تخدم. أساس التقوى هو خشية الله، وهذا عمل القلب. لذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب، القلب هذا لازم يبرد ولازم نداويه ولازم نخليه القلب هذا يخضع. نحي الحقد، نحي الحسد، نحي الكراهية، نحي البغض اللي فيه للناس. لازم يكون قلبي يكون فيه الصفاء. السائل يسأل: الحمد لله عرفت لنا التقوى والثمار تاعها، لما ألتزم الإسلام، لما ألتزم تقوى الله، ما هي الثمار؟ النتائج
الناس تحب النتائج. طبعا الإنسان وش يبغي يحب النتائج. أنت لما تحب تمد تحب دير جوعالة أو وعد بالجائزة آية لدليل بحنا نعطيه جائزة الناس تحب تعرف. طبع الإنسان بين الله عز وجل أن للتقوى فوائد عديدة وكثيرة، منها النجاة من الشدائد، سهولة الحصول على الرزق من وجه لا يخطر ببال الإنسان بل ولا يعلمه. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن يتق المولى عز وجل ويراقبه ويقف عند حدوده الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيرزقك المولى عز وجل، وعد منه. لكن احنا الشيطان يخليك تفهم. شفت لو استثمرت رمضان ما تضيعوش، يقدر يكون هذا رمضان آخر رمضان تاعك، وقادر ما توصلوش وقادر توصل وتموت. ما تضيعش وما تقولش راني صغير مازالني صغير، لا، على فيما مضى في أواخر الثمانينات كان شاب التزم حديثا، وكان عنده كان عنده شهرين التزام، وكان عنده حماس يعني إيمان وغيرها، وهو جاي من طريق من التكوين المهني تاعو باش يحضر الحلقة، وقع له حادث مرور توفاه الله ولم يدرك رمضان، وكنا في أيام تاع شعبان، وفي باله نجي رمضان. فقعدت لهذيك ذكرى أنك ما تقدر تعرف. يقول مجاهد كنت عند ابن عباس. شوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان العمر تاعه ما يتجاوز 14 سنة. العمر تاعه كان ما يتجاوز، لأنه ولد ابن عباس في حدود 3 سنين قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مات بعد الهجرة 11 هجرة. يعني ابن عباس كان عمره حوالي 14 سنة وكان فقيها. تصور 14 سنة من الفقهاء الكبار. ابن عباس جاءه رجل وقال له إني طلقت امرأتي 3. المجاهد يقول ابن عباس سكت حتى ظننت أنه أو أنه رادها إليه، ربما راح يرجع حاله يقول له عادي. يقول مجاهد ثم قال، ثم انطلق وتكلم مع الرجل، قال له يا ابن عباس ما هو الحكم؟ يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول الرجل، يقول له وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. لاحظت الإنسان أحيانا يجعل نفسه هو في المأزق. علاه؟ لأنه ما اتقى الله. أنت درت لنفسك مشكلة وحبيت تسيب الحل، وربي ما عطاكش الحل لأنك أنت في هذه المشكلة درتها ما عندكش تقوى الله.
من ثمرات التقوى النجاة يوم المحشر، ويوم أن يستبق الناس الصراط. إذا أردت النجاة في هذا اليوم عليك بالتقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم قال على ربي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني ما منكم من أحد إلا وسيريد النار. يعني الإنسان إذا كان يعرف أنه راح يمر على هذا الطريق وأن الذي ينجيه تقوى الله، فما من عبد إلا وسيمر على هذا الصراط. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، تقوى الله تسلك، ومنهم من يمر يزحف على ركبتيه، ومنهم من يخطف فيلقى في النار. فهذا ينجيك المولى عز وجل، يعني سرعة المرور بحسب ما عندك من التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فلا نجاة من النار إلا بالتقوى. تقوى الله من ثمارها أن الله يوفق المتقين للمروءة ومكارم الأخلاق، ومنهم أنهم أوفياء للخلة والصداقة، فلا ينقضون العهد ولا يخونون الذمة. ربي قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثمار التقوى لو أنك استثمرت شهر رمضان في الطاعة، هي النتائج تاعها تيسير العسير. الله ييسر لك أو ييسرك للأعمال الصالحة ويغفر لك الذنوب. يا أيها الذين آمنوا قال ربي اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تقوى الله أن يوفقك الله عز وجل لسرعة التوبة. لا يقع شخص في ذنب إلا ويتذكر قريبا ثم يعود تائبا نادما، يعني من قريب ما يطولش، غلط الآن يصحح. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لاحظ تقوى الله، الله يحميك من عدوك، مهما كاد لك العدو لن يضرك شيئا. ربي قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. من ثمارها قبول العمل، يتقبل ربي منك. وحنا لهمنا كيف يتقبل ربي منا الأعمال الصالحة، وربي قال في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. من اتقى ربه وأخلص نيته الله يتقبل العمل تاعه. هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، كيف بعض العلماء وش قالوا فيها إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن تقي.
تقوى الله، المتصف بالتقوى يحبه الله. وإذا أحبك الله الخير كله في يديه والشر ليس إليه، فلا تترقب ولا تلتفت، أمشي. وهل هناك أحق بالخير من أحباب الله؟ أنت الله يحبك لأنك عبد صالح مؤمن تقي تريد رضا الله. الله عز وجل عنده كل ما تطلبه أنت، يعطيك المولى عز وجل. أولياء الله وأصفياؤه هم أهل التقوى، والتقوى زادهم في الدنيا والآخرة. أنت الآن القلب هذا لازم يتغذى، وربي يقول لك الزاد تاعك هو التقوى الله. ومن تزود بالتقوى الله أعطاه ما يصره في الدارين، يسعدك في الدنيا والآخرة. وما تقدرش تعرف، تبشرك الملائكة عند الاحتضار وقت خروج الروح، أصعب مرحلة يمر بها الإنسان. الآن ممكن حنايا ما راناش حاسينها لأننا مازال ما دقناهاش. لو ربي عز وجل أنطق الذي يعالج الموت، لو أنطقه في تلك اللحظة وتسمع وش يقول، صدقني ما زيش تخرج من الطاعات، وتكره الدنيا أشد الكره. لو تشوف وش راه يشوف، لو تلاحظ وتما يجيك الندم، ولكن لا ينفع الندم. التقوى في هذه اللحظة تبشرك الملائكة، تبشرك برضوان من الله، تبشرك برحمة من الله، تبشرك أن لك في الآخرة الجنات والفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. إذا أردت السداد في الرأي، إذا أردت التوفيق في النظر، فعليك بالتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا أردت أن يحفظ الله لك أولادك من بعدك، فعليك بالتقوى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تقلقش روحك. بعض الناس يخاف الموت يقول نخلي أولادي ما عندهم والو. ما تقلقش روحك، كن عبدا صالحا، كن عبدا تقيا، الله سيجعل لأولادك المخرج. ما تقلقش روحك. هل هي في مر التقوى؟ السؤال نجيب عن السؤال. شفت لما عرفت التقوى وش معنتها؟ لما عرفت الثمار تاعها ما تخدم لهاش؟ نخدم لها. كيف يكون رمضان طريقا لهذه التقوى التي هذه ثمارها؟ شوف، الله لا يريد لنا إلا الخير في دنيانا وأخرانا. لما كان الله لا يريد لك إلا الخير في دنياك وأخراك، شرع لك الصيام. لاحظت؟ وما يجي حتى واحد يبرر لك الدين تاعك،
الدين، وما يجي حتى واحد يدين لك دين جديد. ها كما راهي الان الابراهيميه و الدين تاعنا هو الاسلام، وما يقبل ربي الا الاسلام. شرع لنا الصيام لتتهذب به نفوسنا، باش النفس تاعك تتهذب وتسمو ارواحنا وتكبح شهواتنا وتصفو افئدتنا وتنتظم حياتنا وتصح بالصيام اجسامنا وتتحرك بالصيام مشاعرنا، فنعين الفقراء ونعين المساكين، وبدينا نجيب التقوى الله. لأن إياك تظن باللي هذيك الإعانات والقلب تاعك لما يكون مليح ولما الشهوة تاعك تحبسها، دي كلها تقوى الله. هذه التقوى، شفت كيفاش تتدرب وبعدها نرتقي إلى المقام الثاني، تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يثمر التقوى، ولازم تعرف أن الصيام الذي يثمر التقوى ليس هو الإمساك عن الحلال والحرام من أو عن الحلال من المأكولات والمشروبات، ثم الإفطار على المحرمات من لغو وغيبة ونميمة وسب وشتم وخوض في أعراض الناس. لا، هذا ماهوش صيام اللي أمر به المولى عز وجل، لو استثمرت هذا الشهر في هذا الصيام يديك للتقوى الله. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لم يدع قول الزور، شو هذا قول الزور؟ الكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمثل هذا لا يقبل منه هذا الصيام، فكيف يثمر تقوى الله؟ الصيام يكون فيه سب وشتم وغيبة ونميمة وحقد والخوض في أعراض الناس، كيف يثمر التقوى والله عز وجل ما قبله؟ من حكم الصيام أن تتدرب النفس بهذا الصيام على ترك ما تهوى وتشتهي امتثالا لأمر الله وإرضاء له جل وعلا. فإذا أمسك الصائم طوعا، صور أنت طواعية أمسكت عما هو مباح من الطيبات، ألا يسهل عليك أن تمسك عما هو ممنوع من المحظورات؟ تقدر، إذا حققت هذا كنت من المتقين. انظر، قد يأتي رمضان في الصيف وقد يشعر الإنسان بالعطش وأنت صائم، تشعر بالجفاف في حلقك وأنت صائم، العطش أخذ منك كل ما أخذ وأنت صائم، تشتهي الماء كأشد ما يكون. وباش تقدر تعرف، لأنك الآن أنت راك مش عطشان، راك مروي والحمد لله، ما تحسلوش كي نحكي لك الآن، لازم تحط نفسك في مكان هذاك الإنسان اللي راهو عطشان باش تقدر تفهم هذا الكلام. شفت إنسان راهو في الصحراء
درجة الحرارة تحت الظل 50 وما عندوش الماء، وربما راهو مبحر، كيف راهو يشوف العطش؟ أتصور أنت راك في رمضان وراك تشوف العطش، فأنت الآن تدخل الوضوء، تدخل تحضر الصلاة، تتوضأ وفي مكان مغلق ولا يراك فيه أحد. شفت؟ هو مثال تطبيقي، مثال تطبيقي. وشوف أنت تدخل الماء إلى أقرب مسافة إلى البلعوم، من البلعوم أتصور أنت تحكم الماء أتمضمض، وليس بينك وبين إدخال الماء وشربه سوى إرادة البلع. تجي في بالك راني حد نبلع، ولو كان تحدث ما يعرف بها حتى واحد، شكون شافك؟ كلش مغلوق وانت راه في فمك وراك تمضمض، ولكنك ما تفعلها. احنا لانك صائم وتعلم يقينا ان الله يعلمها، ولو فعلت الامر يعلمه الله، والله مطلع على عملك وعلى نيتك. الاذان تفضل. وعلى نيتك، هذا يجسد ماذا؟ يجسد معنى الشعور بمراقبة الله. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت إذن هذا العمل اللي قمت به أنت مثال تطبيقي، تعلمت مراقبة الله، يجسد معنى الشعور الإحساس بوجوده سبحانه وتعالى معك في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، يعني معك في كل حال وآن.
هذا الشعور إذا تمكن من الإنسان بلغ به مراتب الإحسان، والذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث جبريل المعروف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أهم شيء تتدرب عليه في الصيام، تتعلم كيف تقاوم هواك، تتعلم كيف تتغلب على هواك. المراقبة والخوف من الجليل، كل شيء تصب في معنى التقوى وهي مقصود الصوم. لاحظ معي، لما تتعلم، لما تتدرب وتتعلم على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، لما نربي روحي، وأنت تتوضأ ما تبلعش، لأن الله يعلم ومطلع عليك، ولو فعلتها ما استطاع أحد في العالم أن يتفطن، لكن تركت لأجل ربك. كي تكون تمشي في الشارع والبصر تاعك يروح، تردوا لما تردوش في اللحظة تلك الله. لما تكون تمشي وتخرج سيجارة باش تدخن وتستحضر علم الله، وتكون عندك هذه الرقابة اللي تحصلت عليها من رمضان، وتقول لا الله مطلع علي، وتحكم السيجارة وتكرفسها وترميها. لما يجي تشري وتحب تغش في الميزان وتغش في البيع والشراء وتغش وتواسي وتقول لا الله مطلع علي، ديرها أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع، ومعاد تولي الطبع تاعك، ومعاد تنجح طول حياتك. أدرب نفسي، معليش ممكن لحظة تلك يكون عندي صراع داخلي، الشيطان يبدي يجيب لي المخاوف، يجيب لي كذا، لكن لا أقاوم وأتغلب على هذه النفس. تأمرني بمعصية الله وأنا أتغلب على هذه النفس وعلى هواها وعلى ما تشتهيه. أنا دربت نفسي، سبحان الله، في رمضان. ما الفرق؟ ما الفرق؟ هكذا التدريب هذا، نعم قد يكون التدريب أكثر وضوحا في الصيام منه في سائر العبادات، قد يكون هذا. لكن أنت الآن راك تتدرب على الصبر، تتدرب على الصبر على طاعة الله، وتتعلم قوة الإرادة، وتتعلم ضبط النفس، هذه النفس التي تسرف في شهواتها طوال العام. أنت تعمل على ضبطها، الضبط، تضبط هذه النفس، تخليهاش تسوقك. وعندك عقل، وربي أعطاك عقل، كيف أنت تخدم قلبك وتخدم العاطفة وتخدم الهوى وتخلي ما وش أعطاك ربي من العقل؟ مسألة وقت. أنت في الصوم يكون عندك الطعام والشراب، ويكون في المتناول تاعك، ويكون بين يديك، وتكون ربما في البيت وبعيد عن أنظار الناس، ومع ذلك تمتنع عن هذا الطعام، وما تفعل هذا إلا لأنك تخشى الله، ولأن الله يعلم بأن، ولأنك تعلم بأن الله يراك ويسمعك ومطلع على أفعالك. هنا تزداد قوة وتزداد خوفا من الله، وما تخاف إلا الله، لأن واحد ما يقدر يشوفك، واحد ما يقدر يتفطن لك، لكن أنت تترك هذا العمل تنال به رضا الله،
وتنال به رحمة الله. فبفضل تأثير هذه العبادة في نفسك كانت هذه التقوى. التقوى تنعكس على كل على سلوك الإنسان في كل أمر، وكل عمل تؤديه وأنت تشعر مراقبة الله لك، وتتقي غضبه وتتقي مخالفته، هذه عبادة تؤجر عليها. لما تمشي في الطريق وواحد ممكن يجهل عليك ويغضبك وأنت تمسك لسانك، أو تظن أن هذا ما عندكش عليه أجر؟ أبدا، أنت مأجور. لما واحد يحث عليك باش تشوف، ربما تستمع إلى الحرام من الغيبة النميمة، ممكن يدفع بك إلى الطعن في الناس والخوض في أعراضهم، وأنت تتكلم وتقول لا، أنا تعلمت الصبر في الصيام شهر وأنت تتعلم، فلا يعقل أن يعلم المؤمن أن الله لا تخفى عليه خافية، ثم يخون الأمانة ويغش في العمل. والنبي مش يقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يغش ويكذب ويخون؟ والغش يقدر يكون في كل عمل، ما هوش فقط في التجارة، سواء كنت أستاذا أو كنت طبيبا أو كنت طالبا أو موظفا أو حارسا أو 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 أو. الصيام مدرسة تدريبية، ورشة أتولي تتعلم فيها الصبر، تتعلم فيها التقوى، تتعلم فيها الإحسان، تتعلم فيها الصدق، تتعلم فيها النصح، تتعلم فيه الإتقان العمل. وفي نهاية المدرسة وش كاين؟ كاين ناجح متفوق وحصل على التقوى، وكاين من لم يلقى من صيامه إلا الجوع والعطش. والناس مراتب، الناس مراتب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كما أن من الشعور بعلم الله عز وجل أنك لا تستطيع، يعني لما الإنسان يكون عنده الثمرة تاع التقوى، لما يغلط يغلط يقول لك غلط، لا يبرر تقصيره، لأن ربي أعلم بك. أنت الآن كي نقول لك علاش درت هذا الشيء الحرام، ما يقول لكش الله غالب وأنا ما نقدرش وحاولت وما، لا لا لا، ما هذا التبرير اتركه. ربي لا تخفى عليه خافية، تخبي علي أنا، لكن ما تقدرش تخبي على الله. ممكن أنا تتجاسرني، لكن لا يمكن أن تتجاسر إرادة علم الله أبدا، الله يعلم. فأنت قل: يا الله أنا مقصر، لا أبرر تقصيري، أنا مقصر، يا الله توب علي، وفقني، ودر ثقة في ربك أنك لو كنت صادقا مع ربك توفق بإذن الله عز وجل. المسلم إذا عرف هذه الأشياء لابد أن يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى استثمار هذا الشهر، وجعله بمثابة التدريب سنوي لتحسين الأخلاق.
المؤمن في رمضان لازم يتعلم الأخلاق الفاضلة الحميدة الحسنة، لا ينقاد للممارسات المنبوذة، الكذب، الدجل، خيانة الأمانة، شهادة الزور، يدرب على ترك هذه الأمور. هذا المقصود من أن يكون الصوم طريقا للتقوى. إذا عرفت التقوى وعرفت الثمار تاعها وعندك ورشة، راهي جايتك ورشة تدريبية، أدرب نفسي، وما لازمش تجعل القرآن عظيم تفرق بين العبادة وغير العبادة أبدا. الإسلام معاملات، أخلاق، عبادات، هذا الإسلام كل كيف تتعامل مع ربك، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع مجتمعك، مع أسرتك. احنا الإسلام كل تارك حاب تدخل الجنة، والجنة راهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، مهما عملت باش تتخايل ما تقدرش توصل إليها وباش ما تندمش. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستثمار هذا الشهر استثمارا، قلت ربما يكون آخر شهر تاعنا، على الأقل لاقي به ربي مليح. وتعرفوا القصة تاع الحديث تاع النبي عليه السلام، ونختم به، كانوا زوج صحاب دخلوا في زوج الإسلام، حي تاع قضاع، واحد مات شهيدا وواحد قعد سنة بعده ومات هكذا، يعني مش شهيد، لم يمت مقتولا في سبيل الله، مات. طلحة شاف المنام، شاف لي مات الثاني، أدخل الجنة قبل الأولاني، والأولاني كان شهيدا. لما شاف في المنام راح معصبح للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، قال نعم. قالوا هادوك الزوج اللي دخلوا في الإسلام، وواحد منهم مات في سبيل الله مقتول، والأخر قعد عام، لكن اللي مات في سبيل الله دخل مور، اللي مات للجنة دخل موراه، وإحنا كيف؟ وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذاك هو صلى عام 6000 ركعة وصام رمضان. أنت إذا أبقاك الله حيا يعني أبقاك لملء الحقيبة تاعك، تقدر تريح ممكن جدا. يعني هذا الصيام فقط تعمر به الحقيبة تاعك وتدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، وما يدريك لعل إرادة تحقيق التقوى في هذا الصيام تتسجم لك حياتك كل باقي العمر تاعك. ممكن جدا تقول الآن سأستثمر هذا الشهر وأحقق التقوى، وتكون صادق مع ربك وتبدأ تتدرب، لعل العمل تاعك هذا الحياة تاعك اللي بقات لك كلها سيصلحها الله وتدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب وما يدريك. فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق، والحمد كله لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين. يا الله، قل معنا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.